الانهيار في السودان ده في امراض، يعني الامراض ذاتها مصنفه، يعني انت ما بتمرض من طرف ثاني. في امراض خاصه بالاغنياء والاثرياء، وفي امراض خاصه بالطبقه الوسيطه، وتقدر تقول اذا جاز التعبير الفقراء. يعني كل ناس عندهم امراضهم، يعني انت ما بتمرض مرضي وانا ما بمرض مرضك. فمعروف في السودان في اسر وتواريخ بتاع اسر سريه معروفه، ونحيي ذاك الجيل العصامي، وناس بدوا من الصفر بقوا اصحاب مصانع وساهموا في النهضه الوطنيه، في الصناعات الوطنيه وفي التجاره الخارجيه والداخليه، ويعني هم مذكورين بالشكر دائما في انه يعني كانت طبقه احيت السودان ده وحققت عماله للناس اللي ما يشتغلوا في الحكومه يشتغلوا في القطاع الخاص. فالامراض كان في نوع امراض لانها مربوطه بنوع طبيعه هذا الثراء او طبيعه هذه المهنه وطبيعه الراحه وطبيعه متوفر كل الاشياء. فمثلا نمسك مثال زي الضغط والسكري، دي ما كان امراض فقراء، دي امراض بتاعت ناس مرتاحين كده. يقول لك فلان الفلاني ده عنده سكري، ده معناه يعني مرات تتمنى يكون عندك سكري عشان تحسب من الطبقات الراغية والسرية. عنده يعني ما أمراض فقري أصلا، معروفة أمراض الفقر، يعني أمراض ذاتها بتشبه يعني كانت بتشبهنا يعني وبتشبه طبيعة حياتنا، وجع ظهر وفليتة، ولا ناس بيزرعوا وبيسووا وبيقرعوا الموية وبيرعوا السعية وبيجروا ورا الشنوة، يعني نوع الشقة ده. ومعظم بالمناسبة الأسرياء دي بدوا بالمهن الزي دي، لكن ناس عصاميين ربنا رزقهم ووسع في رزقهم بقت أسرة سرية. فدي الأمراض كانت بتاع الفقراء. الضغط والسكري دي تحديدا كان بتاع الأسرياء. المشكلة حسا نحن مرضنا نفس الأمراض دي، لا سراء ولا 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 حالا زين، يعني بس أصبنا بأمراض الثراء وما معين ثراء، يعني الموازين قلبت فينا بصورة ذاتها غريبة جدا. فأنا بفتكر الناس كانوا هم سعيدين، كل الناس عندهم أمراضهم ما في لخبطة، حتى المستشفيات يعني قادرة ذاتها تتعامل يعني بدون اللخبطة دي. حس يجيك واحد من أقصى حتة وبيئة فقيرة جدا وعنده مرض يعني غريب جدا، يعني ما يفترض يكون في منطقته دي. ناس بيشتغلوا بيحفروا بشغل عضلي وبيتناي يصابوا بأمراض أصلا ما عندها علاقة بتاع زول أصلا بيشتغل شغل جسماني وبيصرف طاقة جسمانية. فالله غايته يعني دي مسألة ذاتها عجيبة جدا، فكرة أنه يعني يجيك مرض ما قدر قروشك، ودي مشكلة. يعني أنا شخصيا قدامكم ده عندي سكري، متعب جدا في صرفه يعني سكري، وناس سكري بعرف حوجاته ذاتها بتحتاج لي فعلا إمكانات، يعني أقل إمكانات كده يكون عندك عجلة في البيت بتريض وبادي بتمشي كده في الغابة والزهور كده تتمشى، بتمشي في الحديقة كده تكلكل رجليك لأنه بيعمل خدر في الرجلين، تمشي في النجيلة كده والممر بتاع الخرسانة اللذيذ ذاك الحصحاص يعمل لك مساج، تمشي ساونا عشان يشيو لك شيء. لكن مرض يجيك أنت يعني أعلى ما تملكه سخينة ده يعني دي وجبتك، لا بتقدر تشتري الرغيف. يعني حسا في ناس كثيرين بالواسطة مرضانين أمراض أسرياء وهم عندهم إمكانات الأسرياء، يعني لا بيقدر يشتري الرغيف الغالي بتاع النادي، لا بيقدر يشتري الأطعمة بتاعت الدايت، لا عندنا ثقافة زي دي. يعني أمراض جاتنا هي ذاتها جات طاشة ساي بالمناسبة، يعني ما عرفت تمشي وين، جات في حتة أصلا الحاجة دي ما نافع معها، يعني أنت بتضطر تأكل الزورة دي، تأكل العيش، تأكل شنو، تأكل الرغيف، وده فاغم لك السكر. حس معظم السكر ده وإشكالاته بالمناسبة في السودان أنه ما في نوع طعام. ليه كان بيعرفوا له الناس اللي عندهم قروش؟ لأنه بيقدروا يستوردوا من برا، بيجيبوا الحبوب، بيجيبوا الشنو، بيجيبوا الحاجات. فنحن لا عندنا الشقاء
يعني حتى نحن يعني هي فقر مع عدم قروش مع مهن ذاتها ما بتحرك جسمنا ده. يعني تلقاك فندي وعندك مرتب محدود كده ما بتتحرك ما بتزرع ما بتسوي. زمان ما هو أنا ده ما بجيو من الأمراض دي لأنه بيزرعوا أو برعاة بيمشوا ورا السعية أو بيسافروا من منطقة لمنطقة بيحرقوا، لكن نحن ما بنحرق. بمناسبة أمراض هنا عندنا زميلنا وأخونا يعني راجل جاءوا السكري دي فجأة وحصل له كده زي هو بخوف السكري في البداية، يعني الواحد بتخيل له خلاص وصل حد الحياة فبيهترش كده بالسكري ده والله يعني هناك وكويس أنا وبتاعه هناك. فمرة قام قال لي أسمع يعني السكري أنت بتاكل أكل بسيط وأكل يعني بعيدا عن السكري الحاجات اللي أنتوا بتعرفوها دي. فكان بينسجل في شغل في برنامج قام أنا عندي سندوتش جبته معايا أكلته. قال لي أنا مشيت المطعم هنا بتاع التسجيل ده أكلت لي سندوتش فحس ما بكون حركته من المسافة هاي كده بس قريبة جدا ما بكون حركته من هنا للاستوديو ده السندوتش لأنه المسافة دي عاملة لي هواجس كده. قلت لي يا أخي عزيز إذا من هنا لهنا بتحرق لك سندوتش اللي وصفته لي الطويل ده يبقى ما عندك سكري، عندك مشكلة في الكهرباء الكربريتر بتاعك داير النظافة، يعني أنت بتصرف جاز وبتصرف كهرباء ده ما سكري. سكري ده عشان عنده ضوابط وحاجات فأمراضنا ما بنعرف لها، كان قلب كان شنو كان سكري كان هناك أمراض إمكانات. وقامت فجأة طشة جاتنا في السودان غايته الحمد لله والشكر لله ربنا يجعل علينا كلنا في ميزان حسناتنا ومغلبانا شديد، يعني ولو كانت رجلا لبارسته وقتلته هذه الأمراض اللي ما بتشبه ميزانياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وكتر خيركم وإلى حلقة جديدة من سيد الرايح.